السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوات الميمة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم العقدة ديال البطاطا محشية بالنقانق. المكونات اللي غنحتاج هاد الوصفة هادي: عندي 5 الحبات ديال البطاطس مسلوقين، سلقتهم بالقشرة ديالهم من بعد ما غسلتهم، تنوضحهم في الماء تنسلقهم، تنقيرهم القشرة ديالهم كما كتلاحظوا معايا. غنحتاج 2 المعالق كبار ديال لاشابلور. غنحتاج عندي هنايا النقانق، شحرتهم شويه في شويه الزيت وقطعتهم الى قطع صغيره. غنحتاج 4 معلقه ديال الابزار، معلقه كبيره ديال الفرماج محكوك، وعندي هنايا الملحه حسب الذوق. دابا غندور بركة الله في تحضير هاد الوصفه هادي. غنبدا دابا ناخذ بطاطا، انا معكها بالشوكه اي فورشيت. من بعد ما خلط البطاطا مع العناصر اللي ضفت ليها مزيان، دابا ناخذو كندهنو يدينا بشويه الزيت باش ما تلصقش لينا البطاطا في يدينا. ناخذ القليل من البطاطا بحال هذا الشكل، هذا نسرحو على يدي، ناخذ النقانق اي السوسيس نجمع عليها هكايا بحال هذا الشكل، هذا هكا تنخطي. تنحاول نقادها على الشكل اللي بغيت، هانتوما هي هذا هو الشكل اللي بغيت نصايب هاد العقدة ديال البطاطا. تنوضعها هنايا في إناء أحد الجانب ديالي، تناخد مرة أخرى بحال هاد الشكل، هاكا غنبقى ندير نفس العملية حتى نكمل كاع العقدة اللي كانت عندي. دابا غناخد هاد الكويرات ديال البطاطا وندوزهم هنايا في لاشابلوغ. تنمرمدهم مزيان في لاشابلوغ. دابا أنا وضع الزيت سخون اللي غنقلي فيه هاد الكويرات ديال البطاطا. هو الزيت سخن كما تلاحظوا معايا، وضعت الزيت في كاسروله، خص يكون الزيت كثير. دابا ناخذ بطاطا بحال هكا، هما كويرة ديال البطاطا دوز تيتحمرو، تندوروهم تنحطوهم بحال هاد الشكل، هدا تنحيدوهم. هما كويرة ديال البطاطا اللي حضرنا اليوم الشكل ديالهم نهائي. كنتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم. لا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء، والى اللقاء مع وصفه جديده.